اليوم زيارتنا إلى فرنسا تأتي في إطار جولة للدول الحليفة والصديقة لإطلاعهم على آخر المستجدات فيما يخص الأزمة التي تمر فيها المنطقة، وخصوصا الإجراءات التعسفية التي تم اتخاذها ضد دولة قطر وإجراءات غير قانونية. قطر is willing to sit and negotiate and discuss what are the effect of our policy on the collective security of the Gulf countries. Thank you very much. Did you get a list of demands from your neighbors?